حمام المسخوطين جوهرة الشرق الجزائري، من أجمل الحمامات الرومانية اللي ما زالها نشطة حتى اليوم. الحمام الملعون كما يقولوا عليه جاي في مدينة نيوميديا اللي ضربوا عليه بزاف ملوك من البربر والرومان، حتى جا ماسينيسا اللي علا شانها وقيمتها بالمدن وسموها في عهده مالقا، بالزيادة على المسخون اللي يخرج منه يداوي الروح والبدن. الحمام الملعون يا ما خبى أسرار وحكايات، من بينها حكاية قديمة يقولوا بلي منها جاء اسم المسخوطين. زوج متحابين تزوجوا في هذه المدينة وداروا عرسهم عند شلالات الحمام. فرحة العشق كانت كبيرة، صح واحد ما شاركهم فيها على خطر هذا الحب كان ملعون. الزوجين هما في الأصل خاوة، كاين اللي يقولوا هما الشيخ قاسم قايد بني خليفة واخته فاطمة اللي كانوا من عائلة كبيرة. يا ما حكوا على زين فاطمة وشطارتها، يقولوا بلي خوها قاسم كان يحاوز جميع الخطابة اللي يقصدوها حتى زعفوا منه القادة على القبيلة. وكاين اللي يقولوا الملعونين هما وريدة وخوها اللي كان قوي ومرفه واللي استخسر زينها وبهاها على غيره وتمناها لنفسه. نص واحد اخرين يحكيوا على قبيلة كبيرة كانوا يخافوها، كان فيها فارس يسموه سيد الرزق، وكان عنده اخته يمينة هي كانت شابة وهو معروف بشجاعته. ياما دقدقوا في باب يمين الخطاب وتمنوا تقبل بهم، بصح خوها الرزق ما قبل حتى واحد منهم، حتى شكوا الناس فيه باللي يحبها. يقولوا باللي كل من حضر لعرسهم تسخط ولا تمتال في حيطان الحمام. كتروا القصص والحكايات وواحد ما يعرف الصح وشكون هما هاد الخاوة غير الحمام اللي فيه صارت الحكاية. هاد الاسم ما عجبش مالين المدينة، على بها قرروا يبدلوه وسموه حمام الدباغ على اسم مونديباغ. وكان اللي سموه حمام المسك والطين. يتبدل الاسم بصح الحكاية اللي مخبيهم الحمام يبقاو ديما في قلبه، وكما كان الحال الحمام يبقى راحة للبدان ونقاو استجمام لكل إنسان. ومنحكي على الزمان، الله يخليكم في راحة وأمان.